بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوفياء مسابقة مزامير داوود الدولية، أهلا وسهلا بكم في البرايم التنافسي الثالث عبر محطة الشروق. وأغتنم في البداية أن أشكر كل المساهمين في هذا البرنامج، على رأسهم مجمع إيريس ومجمع كوتاكس ومجمع رامي الذين ساهموا في تكريم أهل القرآن الكريم. إذن بداية يسعدني أن أرحب بأعضاء لجنة التحكيم الموقرة، وأبدأ بشيخ المقارئ العالمية شيخنا أحمد عيسى المعصراوي. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا بك أستاذ الله، الله يبارك فيك. وأيضا أرحب بفضيلة الدكتور عبد القادر براهمي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، تحية طيبة آخر الله. نعم، كما أرحب بفضيلة الدكتور شيخ المقارئ اللبنانية شيخ محمود العكاوي. أهلا وسهلا. بارك الله فيك رضوان. وأرحب أيضا بالشيخ والدكتور كمال قدة. أهلا وسهلا بك شيخنا. مرحبا وسهلا. إذن مشاهدي الكرام، أبدأ اليوم مع فضيلة الدكتور كمال قدة لأطرح عنه هذا السؤال. كيف ترى شيخنا، بما أنك حضرت معنا أنت وشيخ عبد القادر من بداية انطلاق المسابقة القرآنية في الطبعات الأولى وإلى غاية هذه الطبعة، كيف ترى تطور مزامير داوود؟ كون مزامير داوود أصبحت مسابقة دولية، هذا يدل على أنها قد تقدمت وقد تطورت، إذ لا يمكن عقلا ومنطقا أن تتنقل أو أن تنتقل المسابقة من وطنية إلى دولية إلا إذا امتلكت آليات التطور، والمسابقة امتلكتها بقوة وبجدارة. يكفي أنها استضافت على رأس لجنة تحكيم هذه المسابقة مولانا الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي وفضيلة الشيخ محمود عكاوي. هذا شرف كبير ووسام عظيم. نعم، ولا ننسى دائما الترحم على الأستاذ علي فضيل الذي أطلق شعلة هذا البرنامج واستمر إلى غاية هذا الموسم حتى بعد وفاته. إن شاء الله ثبت الله أجره شيخنا. ما زلت أذكر الأستاذ علي لما كنا في الاستوديو القديم في القبة، أخذني على جنب هكذا وقال لي: يا شيخ كمال، والله هكذا وأقسم، قال لي: والله ما حييت سأخدم كتاب الله عز وجل، وستكون هذه المسابقة صدقة على أبي. ما كان يظن نفسه صحيح أنه سيرحل. صحيح، الحاج المسعود ربي يرحمه. نعم، هو نواها لأبيه، ونحن إن شاء الله عز وجل نهدي ثوابها له إن شاء الله، فهو يستاهلها بكل قوة وجلال. شكرا لكم أعضاء لجنة التحكيم. كما طبعا مشاهدي الكرام ستستمتعون اليوم بالمقرئ الجزائري المتميز عبد العزيز سحيم، وسيتلو هنا الآية التي دخلت قلوب كل المسلمين في أقطار المعمورة، سورة يوسف. سيمتعنا إن شاء الله عبد العزيز سحيم بهذه السورة إن شاء الله في عرض قرآني متميز. عبد العزيز، نتعرف أولا على المتنافس الأول في فرع حفظ القرآن الكريم. تحية طيبة لك أخي رضوان وبارك الله فيك. يحضر معي في هذه الأثناء المتسابق محمد فؤاد القهواجي من دولة ليبيا الشقيقة. أخي محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت بخير؟ بخير الحمد لله. كيف يعني الجزائر، عجبتك الجزائر؟ عجبتني ما شاء الله، استضافت يعني المسابقة. نعم نعم. أنت كم عمرك أخي محمد؟ 13 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. كم كان عمرك عندما ختمت القرآن؟ كان عمري في سن 12. ما شاء الله تبارك الرحمن. بالمناسبة أخ محمد هو حائز على المرتبة الثانية من بين 2000 متسابق في مسابقة وطنية أجريت بدولة ليبيا. كيف كانت رحلتك مع القرآن الكريم؟ كنا مقيمين في الأردن. ما شاء الله. سووا مسابقة على الجالية العربية. الجالية العربية. طيب. دخلت فيها. قرأت. رحلة القرآن الكريم، يعني هل حفظت القرآن في دولة ليبيا أم في الأردن؟ في دولة ليبيا. عندما كنت صغير. عندما كنت صغير. ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف حالك أخي الكريم؟ الحمد لله شيخ عبد العزيز، عساك طيب إن شاء الله. اليوم أنتم في مسابقة مزامير داوود الدولية التي تقدم من طرف قناة الشروق، وبهذه المناسبة يعني هذا الولد ماذا تتمنى له مستقبلا؟
أولا أحب أن أشكر قناة الشروق على استضافتها هذا الحد المميز تحت مسمى مسابقة مزامير داود الدولية لصغار وحافظ القرآن الكريم وترتيله. ثانيا شكر الخاص للجنة التحكيم على رحابة صدرها وقدومها إلى هذا الحدث وتقييم أبنائنا المتسابقين من الدول العربية والإسلامية والاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم. فالحقيقة والله أسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم آمين. اللهم أخي محمد دائما تذكر ما خاب من توكل على الله. هل أنت مستعد؟ إن شاء الله. انطلق. تحية لابن ليبيا بلد المليون حافظ محمد فؤاد القهواجي. اهلا وسهلا بك. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا بك محمد فؤاد. سيختبرك شيخ المقارئ العالمية شيخ أحمد عيسى المعصراوي، هو من سيسألك. نذكر المشاهدين فقط أنه محمد فؤاد القهواجي تحصل على التأشيرة الذهبية في الدور الأول لتميزه وإبداعه من طرف الشيخ محمود العكاوي. إن شاء الله يا ربي تمتعنا مثل الدور الأول إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق. نختار رقم سؤالك أولا. رقم سؤالك يا محمد هو 5. رقم سؤالك هو الرقم 5. أتمنى لك التوفيق. بالتوفيق. أيوة يا محمد، كيف الحال؟ الحمد لله. مستعد؟ إن شاء الله. ربنا يفتح عليك. اقرأ من قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حسبك. السؤال الثاني يا محمد، اقرأ من قول الله تعالى:
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حسبك يا محمد. بارك الله فيك. تفضل معي يا محمد. تحية لمحمد القهواجي من دولة ليبيا على هذا الحفظ المتقن للقرآن الكريم، ما شاء الله عليه. تعليقاتكم لجنة التحكيم. حقيقة أن محمد ما شاء الله تألق في المرحلة السابقة، واليوم يؤكد هذا التألق بالأداء المتميز الذي أثنينا عليه في الحلقات السابقة أو في المرحلة السابقة، وهو اليوم يؤكد هذا التميز وهذا التألق بكثرة الطمأنينة أكثر. ففعلا هو يؤدي الآن القراءة بتؤدة وغاية الطمأنينة. هذا الولد الصغير قراءته مسطرة، وهكذا قراءة كل الليبيين. أنا أستطيع أن أخرج الليبية ولو لم يلبس لباسه من بين 1000 طالب، أقول لك هذا القارئ ليبي. مسطرة يا شيخ، مدرسة واحدة. تميز 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 والله ما شاء الله. شكرا لكم لجنة التحكيم، وشكرا لمحمد فؤاد القهواجي. نتمنى لك التوفيق، وسنعرض النتيجة أكيد في نهاية هذا البرنامج. ونذهب إلى عبد العزيز سحين نتعرف على المتسابق الموالي في فرع المرتل الصغير. المنافسة كانت شديدة، يعني من بلد مختلفة من دول، وهذا وأرى نفسي أن إن شاء الله أكون في نصف النهائي. تفضل عبد العزيز. مرحبا بكم من جديد مع المتسابقة من دولة أندونيسيا إيرين نووي. مرحبا بكم في بلادكم، في بلاد المليون ونصف المليون شهيد. كيف هي الأخبار؟ أباكابار بخير. الحمد لله الحمد لله. نتمنى لكم كل التوفيق وكل الموفقية إن شاء الله في هذه المرحلة.
دائما نقول ما خاب من توكل على الله. إذن نرحب بالمتسابقة إيرين نووي من أندونيسيا. أهلا وسهلا بك إيرين. مرحبا. أهلا وسهلا. نتمنى لك التوفيق. بالتوفيق. تفضل. جاهزة يا إيرين؟ اقرأ من قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لم يكن من الساجدين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فما صاغرين.
تفضلي معايا إيرين. عشنا معك هذه القصة، عشنا معك الآيات، وإن شاء الله نكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نكون من أتباع إبليس مثل ما قرأت إيرين. حوار عظيم شهدناه الليلة يا شيخ. الشيخ محمود له ما يتكلم في هذا الحوار. يا ليتها تفهم العربية. أيه. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. هنيئا لها، يعني إبداع فاق إبداع كل إبداع في قوة الصوت ومساحة الصوت والنفس، وكذلك تنسيق التلاوة وجمال في الصوت، شيء رائع، شيء سبحان الذي وهبها وأعطاها. سأتكلم عن ناحية معينة ثم بشكل سريع. حينما ابتدأت خانها الابتداء في البداية، المرة الأولى كانت أبدع، ولكن بعد أن وصلت إلى وسط الآيات تألقت وأبدعت، خاصة عندما وقفت إنك من المنظرين. والله إنها هذا إبداع في الأداء، إبداع، يعني ليس سهل هذه الوقفة التي وقفت عليها، وكذلك أجمعين وقفت عليها كمان وقفة رائعة جدا. ماذا أقول عن صوتها؟ ما قاله الشيوخ بارك الله بهم، ولكن هناك والدها يفهم العربية ولعله الآن يسمعنا. الزيادة في الغنن، كان هناك زيادة في الغنن، كان ذلك الوقف والابتداء. إلا إبليس لم يكن من الساجدين، ابتدأت كذلك المد العارض فيه زيادة، من نار وخلقته من طين فيها زيادة في الغنن، زيادة في المد العارض، فلتنتبه إلى هذا، لأن القاعدة الأساسية في التجويد إحسان وتأدية القواعد على أصولها وأتمها، ثم ننظر بعد ذلك إلى جمال الصوت وقوته. لكن شيخنا سنها وهذا التحكم الكبير في القراءة يعني شيء فائق، يعني جزاها الله خيرا على ما قرأت، يعني ترفع لها القبعة، يعني تعطيتها ربما نصيحة للكبار طبعا، يعني طبعا. لكن سنها يعني طبعا وتقرأ بهذا الشكل في حد ذاته هو إبداع. أستاذ روند، هناك من يشاهدنا ولا بد من التنبيه إلى هذه الأمور. نعم
صحيح، لابد من التنبيه لهذه الامور. يعني في اللجنه تنظر الى كل المقاييس ثم اعطاء نعم. انا الكلام انا اقول انه تقييمك تقييم الكبار ايضا شيخ. طبعا انا اتكلم معه لكي ترتقي ان شاء الله. ان شاء الله. ابنتنا ايرين وهي تصور هذا الحوار الذي دار بين الله العظيم في عليائه وبين إبليس الحقير في دناءته، الآن أيقنت وأنا محتار، كل من يرفض الحوار، الله تعالى جل جلاله حاور إبليس واستطاعت ما شاء الله عليه، وهي كأنها تقسم الأدوار سبحان الله العظيم، استطاعت أن تمثل هذا الحوار وأن تتصوره بقوة وبجدارة، وهي تقف هنا وتبتدئ من هنا لوحة لوحة زيتية رائعة جميلة. الله أكبر الله أكبر، بارك الله فيك وفي من علمك يا إيرين. شكرا شكرا لكم لجنة التحكيم على تقييمكم. شكرا إيرين نووي، نتمنى لك التوفيق فيما تبقى من المشوار. تفضل. شكرا لك. Saya Erin Ziyadinori berterima kasih kepada Majelis Dewan Hakim dan beserta kru-kru yang lain juga. Saya memohon kepada Allah semoga dapat tampil ke babak berikutnya dan menampilkan yang lebih terbaik lagi. Warsatun Qur'aniyya qaddamatha مؤسسة الشروق وبرنامج مزامير داود لبراعمنا الصغار. نتعرف على هذه الورشة ثم نعود لنلقى عبد العزيز سحيم والمقرئ السوري النقشبندي في عرض قرآني متميز. الله عز وجل أكرمكم أن تأتوا إلى هذا البلد الطيب بأهله وبضيافته فيكرمونكم ويسخرون كل طاقاتهم لخدمتكم. بهدف رفع معنوياتهم وتحفيزهم ودفعهم لتقديم الأفضل، زار أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية لصغار حفظة القرآن الكريم براعمنا الصغار في فندقهم، وقدموا لهم ورشة قرآنية تحفيزية ليتجاوزوا المرحلة المقبلة بسلاسة واطمئنان. زارت اليوم لجنة تحكيم مسابقة مزامير داود في الفندق وأعطونا نصائح طيبة حتى لا نخشى ونخاف في الامتحان يعني، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. زارتنا اليوم لجنة التحكيم وأعطونا نصائح وأعطونا نصائح طيبة لكي لا نخاف. جاءتنا لجنة التحكيم اليوم في الفندق حيث قدمت لنا بعض النصائح والتي أفادتنا وستفيدنا بعد غد وغيره. أشكر المشايخ واللجنة وأتمنى التوفيق للجميع. اليوم جاءتنا لجنة التحكيم وقدمت لنا بعض التقنيات والنصائح لتحفزنا وكي لا نخاف في المسابقة، وأشكر اللجنة وبالتوفيق لزملائي. الأستاذ أحمد عيسى المعصراوي والأستاذ محمود العكاوي وكذا الدكتور كمال قدة أشحوا عنهم عباءات التحكيم والتصويب وتوشحوا عمامة الأستاذ والشيوخ الناصحة لتلاميذهم الصغار. أولاد المتسابقين جميعا كانوا يعني على درجة عالية من التنافس في جمال الصوت وأداء الحفظ المتميز، وأرى أن إن شاء الله تعالى هذه الطبعة الثانية ستكون أفضل من الطبعة السابقة، لأن خير ما يتنافس فيه كتاب الله تعالى، وهم قد أعدوا لهذا الأمر كل ما يملكون من ما من الله عليهم، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المسابقة في ميزان حسناتهم وكل من ساعد ولو بالكلمة، وأسأل الله للجميع التوفيق. هذه المسابقة التي ترعى أبناءنا وبناتنا
في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، فهنيئا لهذه القناة وهنيئا للجزائر باستقبال أبنائنا وبناتنا من دول العالم الإسلامي والعربي ليتنافسوا في كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نجتمع على مائدة القرآن، نتلو كتاب الله، نستمع إلى آيات الله عز وجل بحناجر ترتفع بكلام الله عز وجل. قابلوهم بسرور وغبطة، كيف لا وها هم أساتذتهم المصوبون والمصححون والداعمون لهم بنصائح قيمة تعينهم في مسار المسابقة ورحلتهم مع القرآن الكريم في كامل حياتهم. نعم، عدنا إليكم مشاهدينا الكرام ونقدم لكم هذا العرض القرآني المتميز. عبد العزيز سحيم ويرافقه النقشبندي من دولة سوريا، أرحب بهم في البلاطو الرئيسي في مزامير داود. أهلاً 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 عبد العزيز، أهلاً ما شاء الله، الحمد لله، أهلاً ما شاء الله. أمام أنظار شيخنا الشيخ المعصراوي، شيخ المقارئ العالمية، وأكيد الشيخ محمود العكاوي والشيخ عبد القادر وقدة معروفين عندنا، أمام أنظار ضيوفنا نحن نقولوا نعم، وهم أهل الدار، وهم أهل الدار أكيد طبعا. سنستمتع بهذا العرض القرآني المتميز حصريا في مزامير داود. تفضل عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة
أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين العزيز صدق الله العظيم أنا كنت أريدك أن تبكي يا شيخ العكاوي وفعلت كنت متوقع هذا الشيء كنت متوقع هذا الشيء ما شاء الله عليك عبد العزيز والله فعلا يعني صرت يعني تجاري الكم نفتخر أنه عندنا قارئ جزائري مثلك يعني والله صراحة صراحة لم أستطع القراءة يا أستاذ عبد العزيز بالله عليك هذا سؤال يسأله الناس جميعا من تقلد في قراءتك هل هي من عندك حصرا أم أنت متأثر بشيخ تقلده والله حقيقة يا شيخي أنا أسمع كثيرا من القراء نعم فأسمع القراء الكبار مثل نعم. الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي ومحمد عمران فأخذت من كل بستان زهرة نعم فكون هذا الخليط فهمت عليه وتكون وهناك شيء يعني علم الأداء والمقامات له دور نعم. في أن تخرج يعني شيئا خاصا لك أنا أريد أن أسألك أنا باسم الجماهير التي تحبك وباسم كل من يعشق صوتك بالله عليك هذه القراءة المفعمة بالحس والروحانية هل هي لك حصرا؟ هل فيه واحد مثلا يشبهك في هذه القراءة أم أنت لوحدك؟ قل ولا تخشى شيئا والله حقيقة لما قرأتها في رمضان نعم. لم أستمع لأي قارئ الله أكبر فكانت من تلقائي الحمد لله السؤال الأخير من هذا سؤال الناس جميعا من من القراء يستهوي قلبك يا سحيم؟ هما في اثنين قلهم الشيخ عبد الباسط أيوة والشيخ مصطفى إسماعيل نعم. الله أكبر ما شاء الله نعم. تصفيق يا شباب نعم طبعا بما أنه شيخنا شيخ عبد القادر عندك إضافة الشيخ عبد العزيز ما دمت يعني كانت الفرصة لأن نلتقي وأن نسمع منك هذا السماع الطيب المبارك الآيات ربما قد يقرأها الإنسان كم من مرة الآية هذه لربما قرأتها في كم من ربما مسجد وكم من مكان وربما حتى بنفس المقام الذي قرأت به لربما قرأتها في محل آخر ولكن في تلك الليلة الرمضانية بالذات في ذلك المقام وبذلك الشعور الذي خالط الكلمات فعلا كانت مؤثرة ولاقت هذا القبول الكبير كلنا استمعنا إليها في زمانها وكانت فعلا كان أداء قوي وكان القرآن الكريم حين يمتزج بمشاعر الإنسان ونحس الآيات آيات حزن وآيات يعني فراق الأب نعم. لابنه ثم البكاء بعد ذلك كانت مؤثرة جدا وصارت افتتاحية لمعظم البرامج نعم. تلك الآية التي قرأتها في ذاك اليوم وتقبل الله لها القبول صحيح وأرى الشيخ محمود العكاوي متأثرا جدا بتلاوة عبد العزيز سحيم أكيد له ما يعلق على هذه التلاوة التي استمتعنا بها الآن باختصار هناك بالإعجاز القرآني عدة تصانيف ومن جملة هذه الموضوعات التي تتعلق بالإعجاز القرآني هو التصوير تصوير المعنى تصوير المعنى الذي قرأه الشيخ عبد العزيز كان يعني تصويرا حقيقيا للحدث في قصة يوسف عليه السلام
والمقام الذي قرأ به هو يدخل القلب بلا استئذان نهائيا، خاصة مع هذه القصة. يعني لو قرأ هذا المقام هو نفسه في آيات المواريث أو في آيات الوضوء أو في آيات الجهاد أو في آيات أخرى، لم يكن هذا الشعور كشعور الذي يقرأه الآن. فهناك تصوير جميل أبدع به حال القراءة. صحيح قرأ بمقام واحد، ولكن هذا المقام له تأثير عجيب، وهو حينما قال يستمع إلى الشيخ محمد عمران عليه رحمات الله، فهو ملك اللام وملك الكون. نعم. شيخنا محمد عمران، نحن دائما نقدم مثل عبد العزيز من أجل أن يؤثر في الأطفال الصغار، الجيل القادم من المقرئين. وأكيد أنه التقى عبد العزيز مع النقشبندي وتدربوا على هذا المقام. أيضا الشام معروفين بالفن الهادف والإنشاد والمديح الديني، والنقشبندي محذرنا أيضا مديح يعني نستمتع بصوته الآن في بلاطو مزامير داود. تفضل. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائز وجل، ومن يعث بك لن يشقى إلى الأبد. تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغدي، من لي سواك ومن سواك ومن سوى. ومن سوى أدعوك يا رب، أدعوك يا رب. تفضل. إذن هذه هي مزامير الدولية، نستمتع بهذه الأصوات، فعلا أصوات عالمية، سواء كان إنشادا هادفا أو تلاوة للقرآن الكريم. شكرا متعتونا، وشكرا لعبد العزيز سحيم، وتعود إلى البلاطو من أجل طبعا إتمام التنشيط. شكرا لك. نعم، إذن مشاهدي الكرام، فاصل إشهاري قصير ثم نعود لنستأنف مزامير داود. We'll be right back.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، ونذهب الآن إلى عبد العزيز سحيم ثانية لنتعرف على المتسابق الموالي. أهلا مرة جديدة أخي رضوان مع متسابقة جديدة، والآن نحط الرحال بالجزائر بالضبط في ولاية عنابة، هذه الولاية يعني الغنية عن التعريف. أختي مالا كيف الحال؟ الحمد لله بخير. مع من أتيت اليوم؟ مع الوالد. ما شاء الله، ربي يحفظ لك الوالد إن شاء الله. كيف كانت الأجواء مع مسابقة مزامير داوود؟ كيف كانت الأجواء؟ قد بيش بي الميكروفون يعني فات مليحة. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. متى بدأت رحلة حفظ القرآن الكريم؟ كيف كان عمرك؟ بدأت حفظ القرآن الكريم في سن 5 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم استمرت الرحلة؟ مدة 4 سنوات، ختمته في سن 9 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. أسأل الله لك ولنا الإخلاص والقبول في الأعمال إن شاء الله. الوالد الكريم أعطيه الميكروفون. يعني هذه ابنتك هي من أهل الله وخاصته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تلبسكم تاج الوقار. أكيد عندك أمنية، عندك شيء في قلبك تتمناه لها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذ عبد العزيز، حقيقة يكفينا فخرا أن نكون بين أهل القرآن في هذه اللحظات الطيبة، رفقتكم يعني ورفقة هؤلاء الأشبال، هؤلاء البراعم الذين أتوا من مختلف بقاع الأرض. حقيقة أجواء لا توصف، صح. وإن دلت فإنها تدل على خير قادم لهذه الأمة بحول الله. الحمد لله الحمد لله، أتمنى لها موفقية بإذن الله. دائما تذكري ما خاب من توكل على الله. انطلقي. ونرحب بملاك شتوم من الجزائر في فرح حفظ القرآن الكريم. تفضلي ملاك. تحية لملاك. نختار أولا ملاك رقم سؤالك من شاشة العرض. نختار رقم السؤال. رقم سؤالك هو الرقم 12. بالتوفيق لك. بالتوفيق. أنت مستعدة إن شاء الله بنيتي؟ على بركة الله. كما عهدناك قرأي دائما بسم الله. اقرأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن
طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله بارك الله فيك يا ملك. اقرأي من بداية سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. انت بتفتحي الياء ولا بتسكنيها؟ معلش نسألها. فإني أم فإني؟ قولي يا بنت. خلاص يا شيخ. فإني. لا فإني غفور رحيم. احفظي هذه جيدا. فيها شيء ما فيها قراءة لأحد. كل القراء يقرؤون فإني غفور رحيم. فهمتي يا ملك؟ فهمتي فإني غفور حتى أصحاب الشواذ. جيد على العموم جيد. تحية لملاك من الجزائر على هذا الأداء سهرة اليوم تقييم لجنة التحكيم. ما شاء الله عليك يا بنيتي، عندي لك تنبيهان. هذان التنبيهان باعتبار أني كنت من قبل متسابقا مثلكم، فلذلك أنا أعرف الطالب أو الطالبة حينما يصعد حينما يجلس. اليوم كنت خائفة صحيح أم لا؟ اليوم كنت خائفة، دخلت ابتداء قراءتك تلاوتك كأنه في شيء أنت تخافين منه، هذا لا ينبغي. كان عليك أن تدخلي بثقة حتى حال الخطأ. لما أعطيناك التنبيه الأول والموضع كان صعب من سورة النمل، فعلا صعب فيه المتشابهات كثيرة، أنت وقعتي أخطأتي في واحد لا بأس، عليك أن تواصلي، عليك أن تركزي فقط التركيز، ولذلك التركيز هنا هو الذي يجعلك تؤدين بشكل جيد. حاولي أن لا تدخلي خائفة. المرة السابقة نعم. قرأت بشكل جيد، أنا ملك أثق في حفظها نعم. أعلم أنها ضابطة وأنها حافظة ما شاء الله،
ولكن اليوم دخلت بنفسية خائفة نوعا ما، ولعلها هي التي أثرت عليها. تنبه هي ملك إلى حروف ربما المستعلات قليلا، لخسرون، تسطلون، الصاد عندك والخاء كان ضعيفين نوعا ما، تنبهي إليهما. شكرا يا بنية. شكرا لك شيخ عبد القادر، وشكرا للجنة التحكيم، شكرا لملاك شتو من الجزائر، تفضلي، نتمنى لك التوفيق. إذن مشاهدي الكرام، نتوقف مع هذا الفاصل الذي من خلاله نتعرف على الرحلة السياحية التي قدمتها قناة الشروق لمتسابقي مزامير داود في هذا العدد، ثم نعود لنستأنف مزامير داود. نقدر نقول أن العالم الإسلامي والعربي راه موجود عندنا اليوم، خاصة شكر كبير لقناة الشروق وخاصة حصة مزامير داود اللي جابت لنا هاد الأطفال ونتشرفوا بهم كثير وكرمناهم، والنهار كلهم فرحانين معنا وقدمنا لهم بعض الحلويات ومشروبات على الأقل باش يروحوا يرجعوا لبلادهم بفكرة على الجزائر تكون مليحة. وبارك الله فيكم. شكرا. شكرا شروق تي في. نعم، متسابق أخير موجود مع عبد العزيز سحيم في غرفة الكواليس في فرع المرتل الصغير، نتعرف عليه الآن. مرحبا رضوان، اليوم المتسابقة راهي من ولاية، من ولاية نتاعك المدية. المدية نعم نعم، يحضر معنا تحية لولاية المدية. تحضر معنا البنت الصغيرة البرعومة رحيش ريماس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. يعني وجهك بشوش. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم عمرك يا ريماس؟ 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم تحفظين من القرآن؟ 21 حزب. ما شاء الله. هل تسمعين إلى بعض القراء مثلا؟ أنا يعني نسمع، ما عنديش قارئ معين. المعروف عليك أنك نشيطة وحركية وعفوية جدا، ما شاء الله تلقيت بها البارح، ما شاء الله الطفلة يعني تدخل للقلب مباشرة. ربي يوفقك. ما شاء الله يا ربي. كل زملائها كلهم يقولوا أنها تعمل جو، أنها فريدة متميزة بينهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ربي يحفظها لكم وربي يبارك فيها. أنت مستعدة؟ مستعدة. ما شاء الله، توكلي على الله وانطلقي. تحية لي ريماس، أهلا وسهلا بك يا ريماس، أتمنى لك التوفيق. تفضلي. ريماس السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا ريماس. ما شاء ما هذا الجمال يا ريماس، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. أنت مستعدة؟ مستعدة. يلا يا ريماس توكلي على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت
شهيد وجاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من جعل مع الله إلهنا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العظيم ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله تفضلي لمس تفضلي لمس كنت مسرعة قليلا لمس ما شاء الله تقييم للتحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سأترك التقييم لمولانا الشيخ محمود لكن قبل ذلك أنا أريد أن أثني ثناء حسنا على هذه الأيقونة هذه أيقونة صغيرة هذه البنت سبحان الله انظر إلى حجمها صغيرة جدا وتقرأ بهذا الإتقان والضبط في المخارج والصفات يا سيدي والله تفخم المفخم وتهمس المهموس وتمد الممدود كانت تقرأ بخط ورتم واحد لكن يا بنتي تمنيت لو أنك قرأت هذه الآيات التي تتعلق باليوم الآخر حديث عن النار ثم في الأخير حديث عن الجنة وأكثره حديث عن النار لو أنك قرأتيه بمقام حزين زي مقام الصبا هي كانت تقرأ بالكرد أليس كذلك مولانا؟ هكذا؟ صحيح نعم وقراءتك يا بنيتي هي أقرب للترتيل منه إلى التجويد لا بد لهذه البنت أوجه الخطاب الآن لأستاذها ولأبيها وللقائمين عليها هذه البنت لا بد أن تجلس عند عالم من علماء المقامات ولو بالتليفون ولو بالهاتف ليعلمها فن الأداء نعم. لتخرج من ساحة الترتيل إلى ساحة نعم. التجويد إن شاء الله ما شاء الله شيخ محمود أنا أقبل هذه البنت رماس دخلت وكلها ثقة نعم جلست وتنظر إلينا وكأننا غير موجودين فهي تقرأ كلام الله تقول في نفسها وحالها اللجنة موجودة على الرأس والعين ولكن أنا أقرأ كلام الله فكانت مبدعة في قراءتها أنا أرفع لك كما يقولون الشابو مبارك الله يهنيك بعمرك ويزيدك نور إن شاء الله باختصار نعم من خلال ريماس نوجه رسالة لبنات الجزائر جميعا هذه البنت الصبية الصغيرة بحجابها الشرعي بهذه الصورة هي رسالة من رسائل هذه المسابقة فهي مسابقة كما تتعلق بتجويد وجودة الحفظ والتجويد فهي رسالة إلى بناتنا أن يتعلقن بكتاب الله عز وجل فهو الحافظ لك يا ابنتي أسأل الله عز وجل أن يحفظك بحوله وقوته نعم شكرا لكم بارك الله فيكم لجنة التحكيم فاصل قصير ونعلن بعدها من يتأهل معنا إلى نصف نهائي مزامير داود
كي بديت نقرا شعرت بواحد الطمانينه يعني ما شعرت بها من قبل، وقريت افضل من اني موافه نقرا يعني بصوت مش عارفه كيف حسيت صوت تاعي كيف حسيته، مش عارفه كيف حسيته، حسيته وكأن تحسن تحسن ملحوظ، وان شاء الله نكون متاهلين لدور نصف النهائي ان شاء الله. ننادي على المتنافسين الأربعة في فرع حفظ القرآن الكريم وفي فرع المرتل الصغير، نعرض لكم المتأهل إلى نصف نهائي مزامير داود إن شاء الله. تفضلوا معي، تحية لهم. فؤاد القهواجي من ليبيا، ما شاء الله، أهلا وسهلا بكم. إذن نعلن النتيجة الآن، والشيخ عبد القادر البراهمي سيختار بين ريماس وبين إيرين في فرع المرتل الصغير. ما بين ريماس وما بين إيرين، ما شاء الله، باتفاق لجنة التحكيم دائما. ولذلك سنختار بحول الله تعالى ما بين الطالبتين المتأهلة إلى الدور النصف النهائي، وهي المتسابقة إيرين نووي من أندونيسيا. نووي من أندونيسيا. كتاب الله كلام الله ما أبهى، كتاب الله. ألف مبروك إيرين، ننتظرك في نصف نهائي مزامير داود إن شاء الله. إن شاء الله. يطيب القلب من شوف شوف ما شاء الله، شوف شوف ما هذه الشجاعة وهذه الروح الأدبية الرائعة والعالية يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والقهوجي يضحك ينتظر هو الآخر نتيجته مع ملاك. إذا ملاك من الجزائر وفؤاد من ليبيا، محمد فؤاد نعم من ليبيا، من تختار شيخنا شيخ محمود العكاوي؟ ما شاء الله، كلاهما أقمار ونجوم في تلاوة القرآن الكريم، ولكن لا بد لنا من أن نختار، لأن هذا هو البرنامج، كل حص وصل إلى القمة. ما شاء الله، ملاك كانت جيدة في الأداء والحفظ والتمكين ما شاء الله، وكذلك ولدنا محمد فؤاد. الأمر يعني بإذن الله تعالى واضح، إن شاء الله سيكون معنا في النصف النهائي محمد فؤاد. كتاب الله كلام الله نعم، محمد فؤاد القهواجي يتأهل إلى نصف نهائي مزامير داود، ونودع ريماس وملاك من الجزائر. إذا المشاهدين الكرام، نختم معكم هذا العدد، ونلتقي بكم في البرايم الرابع الأسبوع المقبل على نفس القناة وعلى نفس التوقيت. تقبلوا تحياتي وتحية المخرج أحمد بخليلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. تلقى الصحب من الأدنى. أبارك لتأهلي في مسابقة مزامير داود الدولية إلى نصف النهائي. أبارك لي المتسابقين محمد وإيرين على تأهلهم إلى نصف النهائي، وأرجو من الله تعالى أن يوفقني في الطبعات القادمة إن شاء الله. أبارك لي محمد وإيرين بالفوز يعني، وإن شاء الله أنا نكون مثلهم في العام القادم ونكون تحسنت أكثر. مبروك يا محمد، بالتوفيق يا ملاك وريماس، شكرا مزامير داود. مزامير داود يا ربي نطلبوك يا اخي، قلت ادعوني استجب لكم ان شاء الله. ان شاء الله يسقمني ويسقم لكم العاقبه، ان شاء الله يزين لي ويزين لكم العاقبه، ان شاء الله يسقم لنا العام، ان شاء الله يسقم لنا الاحوال، ان شاء الله بلادنا تكون مطهوره ما تكونش فيها الخبث يا رب ببركه القران.